اكثر شيء بيستفزني في الدنيا الناس اللي ما بتعرف تصف على الدور. الناس هذا اللي بيكون ورا فجاه بتلاقيه زرق بين الناس زي السحليه وصار راس دور، صار اول واحد. شو جابك قدامي يا اخي؟ ما انت كنت ورا، انا دوري. طب عادي احكي له صف على الدور. عادي احكي له؟ ما هو لو انا قلت له صف على الدور بصير هو حساس، بصير يقول لي اسلوبك غلط، اسلوبك مستفز، لو حكيت معي بغير هالاسلوب. انه هو غلطان وبده يعني انا اترجاه انه ما يعمل غلط، اترجاه عشان اخذ حقي اللي هو انه الدور تبعي. فجأة بصير انا قليل ادب وهو بصير ابن عالم وناس. يا زلمة يروح يشوف له مدحلة تفرمه احسن له. ولا هذا اللي بتلاقيه مرة واحدة اجاك اول واحد على الدور، ايش؟ قال انا بكيت اول دور رحت اجيب ورقة. يا زلمة انا بدك تحكي له قصة حياتك، صف على الدور خلصني. شو ذنبي انا انه وراءك كانت ناقصة؟ ولا هذا الوقح اللي عامل حاله ايش؟ انه مؤدب، بيجي بكل ادب، بكل ادب بيستأذن من كل اللي صافين. معلش يا جماعة بس انا بدي اسأله سؤال، سؤال 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 واحد. وبتلاقيه راح خش على طول على الشباك على أساس بده يسأل سؤال. فجأة بتلاقيه طلع لك كم ملفات وبلش يمشي معاملة ورا معاملة. طب ما انت قلت سؤال، فتحت لي موضوع ورشة عند الشباك يا زلمة. ولا الحدق هذا اللي بيكون عنده اكثر من معاملة في اكثر من شباك، فبيجي عند هذا الدور بوقف احجز لي دور، بروح عند هذاك الصف احجز لي دور، وهناك انت بتكون قرب يجي دورك فجأة بيطلع لك اثنين ثلاثة قال احنا حاجزين. يا زلمة هو مطعم؟ هي مرجيحة؟ شو اللي حاجز انت؟ ما شفتك انا اليوم، انا من اول ما صفيت ما شفتك، من وين جيت لي؟ وكلكم والنسوانكم تيجي الوحدة بتضلها ماشية لراس الدور ولا شايفة حدا ولا معبر حدا، والزلام من رخاصتهم ما حدا بيسترجي يحكي معها، كلهم بيرخصوا عند النسوان. عادي عادي عادي، بخليها تصف راس دور عادي. طب ماشي، ما هو ليديز فيرست. ليديز فيرست بلا ليديز فيرست بلا ليديز بطاطا، هذا الحكي بالافلام حبيبي، هذا بالسبعينات كان ليديز فيرست. قال هاي كلمه اخترعوها النسوان عنا عشانها، الاجانب بطلوا يحكوها هاي ليديز فيرست، خلص مساواه زيها زي الزلمه. مش بدها تسوق سياره وتدخن وتحط ايجار على ايجار وتدخل في البرلمان؟ عند الدور بتتذكر انها مره؟ ايه، تروح تصف ورا خناء اللي يخنقها بهالكشه. ليديز فيرست قال. بعدين المشكله وانت صافف على الدور لما يكون في وراك واحد مستعجل كتير، بتلاقيه ملزق فيه تلزيق يا زلمه كانه احنا توائم، واحد ومنفعل ونفسه بدانك، بيكون يتنفس في دانك ويعملك تحس انه بده ياكلك، وفوق هيك ريحته بتقتل. في ناس ما بتتحمم، برش مزيل عرق وبيطلع العرق مع مزيل العرق، شو بصير عندك؟ ثاني اكسيد القرف بيتفاعلوا مع بعض. لازم يكتبوا على مزيل العرق هذا انه هذا المنتج لا يصنع المعجزات، من شان الله تحمم يا زلمة، عن جد يتحمم، وانا مستعد اجي اليفه بس يتحمم دخيله، عرفت كيف؟ مش طبيعي. هلا انا بهرب من ريحته بقدم لقدامي شوي، لما اقدم انا بصير انا ملزق في اللي قدامي. المشكله هون انه انا صرت محرج من اللي قدامي، والمشكله الاكبر انه اخينا هذا اللي وراي بيلحقني بيرجع بلزق فيي كمان مره وبرجع لي شو بتسوي وراي انت؟ اخر اشي بلف وراه انا بخليه قدامي، بصير انا انفخ له بدانه كيف هيك؟ كيف؟ عن جد فيش له غير هيك معهم. ولا العجايز، الوحده بتتذكر انها ختيرات بس لما تصف على الدور. الروماتيزم، الهاي بتصير حالها. هلا انا بحترم كبار السن، ماشي بحترم سنك، بس اذا وقفتي دقيقتين مش راح يصير لك اشي، يعني مش راح تمرضي. ما انت لما بتنزلي على السوق بتلف الدنيا، بعدين بتلاقي الوحده فيهم عند الدور صارت ما فيش فيها حيل تتحرك، بس لما بتردح لكنتها بيكون صوتها يلعلع بالحاره. انا لقيت احسن حل عن جد، بما انك بتقولي ليديز فيرست وبطاطا، احسن اشي انا لما بدي اروح على محل في دور البس مره، أعمل حالي مرة، بلبس فستان وباروكة، بوقف أول واحد، بعمل حالي مرة، ما إلي غير هيك.